أن دماء الشهداء من المتظاهرين والقوى الأمنية لن تذهب سدى، وسيحاسب المعتدون والمجرمون ويقدمون للقضاء لنيل جزائهم العادل. شخصية محمد توفيق علاوي كان اختيار سيء، اختيار لا يتوافق مع رؤى المتظاهرين. كما أدعو إلى إطلاق حوار فوري مع المتظاهرين السلميين للعمل على تحقيق مطالبهم المشروعة. كان وزير سابق ولدورتي، فما تنطبق عليه هذه المواصفات. اللي نريده احنا انه شخص ترشح الساحات ويقبل به المتظاهرين وما عنده تاريخ سياسي سابق. تصريح سماحة السيد مقتدى الصدر فهو تصريح يمثل نفسه لا اكثر. طلاب احرار، احنا متظاهرين احرار، ما نتبع احد، ما نتبع قائد، احنا قادت نفسنا. اتعهد بالعمل الحثيث من اجل التهيئة لاجراء انتخابات مبكرة، وذلك بالتشاور مع الجهات ذات الصلة بما فيها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.